داريو حمد أمان، كرة خطرة للغاتسية، كرة خطرة للغاتسية، كرة خطرة للغاتسية، كرة جول للغاتسية. كرة من بدايتها خطرة، والربع ساعة الأولى قلنا لك إنه يقول الربع ساعة الأولى الغاتسية بالفعل في الدقيقة عشرة من نزعة الغاتسية في البداية باين إنه راح يقول من أول ربع ساعة، والآن عشر دقائق داريو يسجل هدف للغاتسية. كرة منقولة صح من حمد أمان في الدقيقة عشرة، إذا يستطيع الغاتسية تسجيل هدف مبكر. شوف حمد أمان ما لعبها بمكان ما فيه لاعب، لا شلون كسرها كسر. شوف أول ما نقر، شوف على طول في مكان وحطها أيضا في مكان، يا سلام جول. شوف حمد أمان كسر الكرة عدل بشكل ترجيعها بصحيحة. إذا العشر دقائق الأولى القادسية تقدم بهدف داريو، إذا 20 رقم 20 داريو أو داريو.